يا دكتور تاني ولسه مكملين. الاطفال مفيش بيت ما بيقولش ان هو ما عندوش طفل شقي، والمشكله ان الشقاوه في الجيل اللي طالع ده بقت يعني زايده عن حدها، يعني محدش بيعرف يسيطر، ولا اب ولا ام ولا عقاب ولا ثواب ولا اي حاجه بتحاول. ازاي بقى نعرف نخلي الطفل يسمع الكلام؟ نعمل المعادله الصعبه دي ازاي؟ سؤالك سؤال مهم جدا. علاقتنا في تربيتنا بولادنا بتعتمد على 3 حاجات. ال3 حاجات دولت هما قاعدة أساسية وضلعين. القاعدة الأساسية ديت لو أنا بنيتها صح من هو الطفل صغير، حياتي كلها معاه بعد كده هتبقى كويسة. إيه هي القاعدة الأساسية دي؟ مبنية على الحب والعاطفة والتقدير والاحترام وكل المشاعر الإيجابية. أما الضلعين، الضلع الأول منهم فهو ضلع التدريب والتقويم. يعني ايه تدريب؟ ان انا احط فيه العادات والتقاليد والمبادئ والصح والغلط. والضلع الثالث اللي هو ضلع التهذيب، اللي هو بيمثل خروجهم عن خط السيطرة على اللي انا ربيتهم عنه، وانا هتعامل معاهم ازاي. هل هتعامل معاهم بفرض الرأي والسيطرة، ولا هتعامل معاهم بالاقناع والصبر والحكمة؟ للأسف معظم أولياء الأمور بيتعاملوا مع ولادهم على أساس الضلعين وبينسوا القاعدة الأساسية. بيتعاملوا معاهم طول الوقت من ناحية الأوامر وبينسوا خالص ناحية المشاعر. لو أنا عندي رصيد كفاية في قلب ابني للمشاعر الطيبة، ابني هيسمع كلامي، مشاعر الود والحب والعاطفة والأمان والحاجات الطيبة دي كلها. لكن لو غالب في العلاقة مع ابني حتة إن أنا طول الوقت بأمره كل اشرب، ما تعملش، ما تروحش، انت مش عارف ايه، مفيش اي حد عنده ايجو كده عالي شويه بيتقبل اي امر. المفروض ان انا في التربيه احط نون المشاركه، يلا ناكل، يلا نرتب الاوضه، يلا نذاكر، وطول الوقت احاول اكون مبتسم. انا لو اصور نفسي وانا بواجه ابني وانا عماله اشخط فيه واقول له وانا كده حد كبير كده وعماله اوجهه وعماله اتعامل معاه بصرامه، هتخض من شكلي اصلا، مش هتقبل ان حد يعمل معايا كده. فيها ايه لما اقعد على ركبي وامسك ايدي ويبقى في اي كونتاكت، انا باصه في عينه ومبتسمه واقول له ايه رايك نعمل كذا، ايه رايك نروق كذا، ايه رايك نختار اللبس الفلاني، طب انت مش عايز تاكل ده ليه، طب ايه اللي مضايقك فيه. اناقشه زي ما اكون بناقش حد كبير. ليه بستقل بيه مع انه عنده ذكاء كبير جدا؟ هو حد مهم في حياتي. لو انا عملته بالمنطق ده. دكتور حضرتك عندك اولاد في حياتك؟ ايوه الحمد لله. طب بتتعاملي معاهم كده؟ الى حد ما. هو ايه رد الفعل؟ يعني بيتقبلوا، بيبقى في بعض الاوقات اعتراض، بس برضو بقعد وافهم انت ليه معترض. يعني بيجيب نتيجه في اه الاخر؟ اه بيجيب نتيجه وبيطلع سوي نفسيا الى حد ما. تمام. علم النفس علمنا حاجات كتيره جدا. من اهم الحاجات اللي علمها لنا اني كل ما بقدر اللي قدامي كل ما مكانتي بتزيد في قلبه وبيبقى طوع ليا في حاجات طب كتير. العين بعد بقى يا كده دكتور؟ العند، مفيش حاجة اسمها عند الأطفال. العند بيجي مني أنا، لأن أنا عندي الإيجو عالي، أنت إزاي ما تسمعش كلامي. تمام. لكن لو أنا شلت من دماغي الفكرة دي وحطيت قدام سلوك ابني، هو ليه بيعمل كده، هو ليه بيقول لأ. لأ الطفل لما بيقولها هو عنده 3 سنين معناها أنه هو ابتدى يبقى عنده شخصية. هو كلمة سهلة تعتبر من الكلمات، يعني الطفل بيكون شخصيته من هو عنده 3 سنين؟ بتبتدي بقى هو 3 سنين بيبتدي الكلام عنده يتكون، بيبتدي يقول بقى كلام جمل. تمام. الحاجة التانية بيبتدي أول ما بيقول كلمة لأ يلاقي بابا وماما بيضحكوا، فهو ما خدش إنها حاجة سلبية في البداية، هو خد إن لأ أول ما بقولها الناس بتضحك. يعني تمام. هو رد الفعل بتاع الأب والأم هو اللي بيأثر. بالظبط. هو لو عامل حاجة غلط والأب والأم أخدوها بضحك أو بهزار، بالظبط. فكده خلاص هيدوله بتتكون انطباع إن ده شخصيته. صح. بالظبط. وبعدين العند ده بقى احنا ليه بنقول عليه عند؟ هو مفيش حاجة عند الطفل اسمها عند. العند بيجي مني أنا. أنا ليه لما أجي أقول لابني مثلا كل، ليه بعملها في صيغة الأمر؟ ما أدور أصلا شروط الأمر اللي أنا بقوله لابني إيه؟ الأمر عشان أقوله لابني ليه شروط. أول شرط إن هو يكون موجب. يعني ايه موجب؟ حاجة مش بتضر، مش مؤلمة. الحاجة التانية مشبع، ان هو يخليه يعني ايه يشبع احتياجاته. الحاجة التالتة مبسط، يكون بسيط ما بياخدش وقت طويل. تمام. الحاجة اللي بعد كده يكون موجز، بيخلص بسرعة. تمام. فانا ليه لما باجي اقول اي امر لابني ما بحطش في دماغي كل الحاجات دي؟ ليه ما بحطلوش خيارين؟ ليه بأمره؟ ليه ما بحطش نون المشاركة؟ ليه ما بشوفش ظروفه؟ هو دلوقتي الوقت ده مناسب اطلب الطلب دوت ولا لا؟